يعني من أصدقائك كمان اللي حضوره راح بيكون لامع هذه السنة صاحب وهذا اللعبة، العام على قناة وقال له هيتفرج على الحياة. مسلسل وهيتابعه ومش هيسيبه. هيتابع. قول ألو، أنت حتاخد الاتصال. ألو حبيب قلبي، يا هاني ازيك؟ وحشني يا حبيبي. انت اللي وحشني والله. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام، كله تمام. رمضان أهلا كريم. اهلا وسهلا ورمضان كريم طيب عليك. وكل سنه وكل الناس طيبين، وكل سنه طيبه يا رغده. ومعاكو خليل صح؟ ايوه يسعد لي مساك يا يوسف. يوسف الشريف ممدوح. أيوة. كل سنه طيبين. طمنا عليك يا جود. وانت طيب يا رب. مبروك المسلسل. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى خير يا يوسف. يوسف اتفضلي. اهلا. فاضل لك نص ساعه علي علشان ينعرض اول حلقه من لعبه ابليس. شعورك ايه؟ يا رب يبقى خير. انا والله متفائل. انا من السنه اللي فاتت وانا متفائل بقناه الحياه، وبتمنى دايما يبقى يعني انا وقناه الحياه وشنا حلو على بعض. بتمنى تكون طالت السنه دي على الناس يعني دمها خفيف كده. يعني كل السنه دي ان شاء الله اوعد بيه الناس ان انا عملت المجهود اللي ربنا قدرني عليه، والتوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا يزيدك. طيب يوسف، يعني من مسلسل الصياد السنه اللي فاتت ومسلسل لعبه ابليس السنه دي، سمعنا ان في مفاجاه. ايه المفاجاه اللي هتكون موجوده في المسلسل السنه دي؟ والله وانا السنه دي اول مره بلعب شخصيتين مختلفين. بلعب نوعيه جايز جديده شويه عليا، يعني مختلفه عن سواء الصياد او حتى السنين اللي قبل كده. يعني اتمنى بقى انه يعجب الناس. يعني ان شاء الله يكون حاجه تليق بجمهور الحياه وتليق بجمهور العربي كله ان شاء الله. طب بطريقتي كده عرفت ان انت بتعمل العاب سحريه ولغايه دلوقتي مكمله معاك. انت فعلا صحيح اتعلمت سحر ويعني ابتديت تعمل حاجات قدام الناس لغايه دلوقتي؟ انا حالا على فكره متعلق على مسرح. عايز اقول لك يعني احنا بنصور دلوقتي ومتعلق على مسرح. نزلت بالعافيه شويه دول اهو، ويعني عمال اعمل سحر. يعني دماغي باظت من الالعاب. في ناس بيقولوا لي انت عمال طول النهار بقى توريهم حاجات كده هم هيتجننوا. انت بتعمل الحاجات دي ازاي؟ فعلا اتعلمت السحر ده عشان صحيح. يعني انا من قبل بدايه التصوير كنت بدات ادرس الموضوع، يعني واقعد مع ناس يعلموني وكذا حد اليد. يعني خدت خبرات في الموضوع ده عشان برضه لو الواحد بطل تمثيل انا قلت كده يا يوسف. يوسف انت ساحرنا من دون ما تتعلم السحر. ربنا يخليك. بدي اتمنى لك التوفيق. بعيد عن الناس كلها. ومعلش انا اسف والله، اصل الناس بتصور جوه وبعدين عايزين يروحوا يتسحروا فماسكين فيا عشان انا موقف لهم تصوير. انا بعيد عن الناس كلها. وبتمنى يا رب المسلسل ان شاء الله يعجب الناس يا رب. وبتمنى لكل الناس ان ربنا يتقبل صيامهم وقيامهم ودعائهم وصلاتهم السنه دي باذن الله. رمضان كريم يا عالمي. الله اكرم. الله اكرم. ربنا يخليك. اذا شكرا للفنان يوسف الشريف. وبرجع بذكركم انه باقل من نص ساعه رح بتكونوا مع العرض الاول لمسلسل لعبه ابليس اللي رح تحضروه وللمره الاولى وبشكل حصري على قناه الحياه الحمراء. كلنا نار وكلنا انرجي.